اعمل سيت اب لبرنامج انكور. كيفية تنصيب البرنامج؟ فتح ملف انكور. عندنا هنا في 2 فيرجن لبرنامج انكور، فاحنا هنستخدم الاول تنصيب او سيت اب للبرنامج انكور الفيرجن 4.5. بنفتح الفولدر طبعا بالضغط على زر الفأرة الأيسر. أول شيء مكتوب أنكور 4.5.3 info information، بنضغط عليه وفتحه ضغط مزدوج بسن الفأرة الأيسر. نجد مكتوب في الصفحة serial number، هنأشر على السيريال نمبر دوت بواسطة الزر الأيسر للفأرة الماوس بالضغط المستمر والسحب على كل الرقم، ونعمل كليك يمين، ثم هاخد كوبي نسخة منه واقفل الصفحة. هنيجي عند الكلمة اللي مكتوب عليها انكور 4.5.3 سيت اب، اضغط عليها ضغط مزدوج. نستغل لغاية ما يفتح ايه البرنامج. بعد كده اللاو اسمح له اوكي، بيبدأ البرنامج يعمل تسطيب. بضغط على نيكست التالي ثم يس، واحط اي يوزر نيم وليكن الاسم حسام انجلش HOSSAM، سيريال نمبر اللي احنا عملنا له كوبي، هنضغط بالسهم عند السيريال نمبر كليك يمين ثم بست الصق واضغط نيكست. اسيب الاعدادات الافتراضية مكان البرنامج على السي بروجرام فايل واقول له نيكست. نيكست كم مرة، نسيب البرنامج يعمل له سيت اب. نشوف الايقونة لسه، هنضغط تحت يقول لي سيت اب از كومبليت يعني تم، اند انكور از ناو انستولد تم تنصيبه او عمل لي سيت اب او كلوز. يقول لك اطلب منك هنا ريستارت تو يور كمبيوتر، بنقول له ريستارت بس فيما بعد لما اوريكم حاجه. بنضغط على الت وتاب، بنيجي بعد كده للصفحه بتاعت انكور اللي احنا بنسطب منها. في كلمه ابديت 4.55 ابديت، يعني يطلع لي الفيرجن من 4.5.3 ل 4.5.5. بنسوي ابديت لما نضغط عليها ضغط مزدوج اللاو. ده عشان اعمل ابديت للفيرجن اللي عندي، هو بيدور على الفايلات اللي هي يقدر يعمل له فيها ابديت. ده بيرفع الفيرجن من 4.5.3 ل 4.5.5. طبعا هو متأشر عليه اللي شافه، هقول له ابديت. تمام كده تم الابديت. بعد كده ارجع من اسفل هنا، ارجع او من الت وتاب اشوف انكور سيت اب واقول له اعمل ريستارت.